العلل الإطاري فاعل جمعوي وميسر دولي في المواطنة الفاعلة. الشباب والتنمية المحلية هو موضوع كبير بزاف، لأنه كان واكب أن الشباب في العالم القروي ولا في المدن من خلال مشروع برنامج مواطنون فاعلون مع المجلس الثقافي البريطاني بشراكة مع جمعية جبل التنمية والقروية والبيئية. احنا الان كنواكبوا الشباب في مجموعه من الدورات التكوينيه. نحن نختتم اليوم دوره تكوينيه اللي تقامت مثلا في مركز الهراير اقليم افران، اللي من قبل انه كنا في اقليم الحجب واقليم بولمان واقليم واحدين اخرين اللي في المستقبل انهما غادي نلتحقوا بهم، بانه باش انه مجموعه من باش نواكبوا مجموعه من الشباب العمل الجمعوي في الريادة الاجتماعية في القيادات الشبابية باش أنهم يخرجوا بالمشاريع المجتمعية ديالهم باش أنهم يكونوا فاعلين مواطنين فاعلين إيجابيين فعلا في الأقاليم ديالهم أو في الدواوير ديالهم أو في الجماعات اللي كينتميو ليها. وحنا هنا من أجل الشباب، من أجل الفاعلين المدنيين، حنا يدنا ممدودة إلى كل المسؤولين، لا سواء المنتخبين الجماعيين ولا سواء المنتخبين البرلمانيين ولا سواء أي مسؤول يهتم بالفاعل المدني من داخل هذه الأقاليم اللي هي إقليم صفر وإقليم بولمان إقليم إفران إقليم تونات إقليم تازا، باش أنهم نضبط الشباب باش أنهم يحققوا ذاتهم من داخل المجتمع.